السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء من كان سببا في إقامة هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نريد أخواننا أن نتكلم في هذا اللقاء عن ما سمعتم من الأستاذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم طالب علم، ظهر على جبريل عليه السلام أثر طلب العلم. في ماذا؟ في لباسه، في جلوسه. عندما جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة المتأدب المتعلم، لم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم. عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بكلمة. الجن عندما حضروا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. لم يتكلم أحد. في نهاية هذا الحديث، حديث جبريل عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل أنه معلم. كيف وهو طالب وسائل؟ الطالب قد يكون معلم للآخرين، لزملائه. بماذا؟ بأن يظهر على هذا الطالب أثر اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت تعرف أنه قد تتأثر بقرينك وبزميلك أكثر مما تتأثر من المدرس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. وكما قيل: الصاحب ساحب. وقال عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه. جبريل عليه السلام سأل سؤال واحد في أول الأمر، استفادت الأمة منه، وعندما انتهى عليه الصلاة والسلام من كلامه قال له جبريل عليه السلام: صدقت. هذا فيه أنه يعرف الإجابة، لكن أراد نفع الخلق. معلم وهو طالب. وكمن انتفعت الأمة بهذا الحديث، ذكر فيه الإسلام والإيمان والإحسان. قال: فأخبرني عن الإسلام. موسى عليه الصلاة والسلام أراد مرافقة الخضر، لكن شرط المرافقة الموافقة. فأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يبين للخضر أنه طالب علم، يعرف الآداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم. قال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. سبحان الله، لماذا يقول له هذا الكلام؟ يقول: أنا أعرف آداب طالب العلم، لابد أن نصبر وما أجزع. ولا أعصي لك أمرا، هذا فيما لا يخالف الشريعة. فأنت الآن طالب علم، سواء كنت في المدرسة أو في الجامعة أو في المعاهد أو في أي مكان، لابد أن تصبر وتطيع أولي الأمر ولا تخرج عليهم
وفي هذه الطاعة طاعة لله سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.